اسمي لبنى حميد، مواليد 1998، من سكنة الحلة، خريجة جامعة بابل قسم العمارة، من خريجة 2021 طبعاً. طبعاً أنا شغف الرسم، أنا رسامة، بس شفت بالعمارة يعني مع أنه ما كانت ببالي، بس دخلت لها وحسيت أنه هي جزء من الفنون، فدخلت لها بالبداية دخلت لها ك يعني موهبة إلي يعني مو فد شيء ثاني، بس بعدين حبيت الشغل، حبيت التلاعب بالنفسية، إنه أنا يجوني مثلاً زبائن أصمم لهم بيت، هو صحتهم يعني ماخذين نظرة إنه الخريطة فقط خريطة جدران وشي، بس إحنا لا نتلاعب نفسيتهم بحركتهم، فهذا الشيء كلش حبيته. وبلشت أنا يعني تقريباً خرجت ب 2021، سنة كاملة أنا قعدت بدون أي عمل، مجرد فقط أطور نفسي بهذا المجال. كنت أجيب صور من الإنترنت، يعني واجهات، منازل، حدائق، وأقعد أقلدهن. صح هو التقليد ما يصير، بس ما كنت أنسب الشغل إلي، أصمم وحدي بدون ما أحد يدري. واجهت تحديات إنه البنية شوية صعبة خاصة بالحلة يعني، بس شوية أهلي شجعوني ووقفوا وياي. صحيح أول مرة كانوا يطلعون وياي هم سندوني، ما أنسى هالشي، بس أنا لسه كبرت وقدرت أعتمد على نفسي. اشتغلت أنا بشركة عقارات قبل، شفت هذا المجال ما فادني، يعني ما بي أي تصميم معماري، بس فادني إنه تعلمت أكثر لأن كان عندي وقت فراغ أكثر. جيت لهاي الشركة ولحد هسه أنا من 2022 لحد هسه هنا. صراحة من دخلت السوق العمل فهمت كل شيء، فهمت إنه لا، مو الموضوع مو بس جمالي، لا الموضوع إنشائي، الموضوع أكو تسليح، أكو حديد، أكو أرواح ناس، يعني إحنا خطورة عندنا بعملنا جدا. فتعلمت من المهندسين التنفيذيين صراحة، يعني إحنا بدون التنفيذ ما نقدر نحقق شيء. طبعا إحنا هنا بأحد مواقع اللي أنا تم التصميم والتنفيذ على يد الشركة اللي أعمل بيها أنا. طبعا هنا أنا قسم التصاميم دائما أجي اللي هنا وأواجه صعوبات كلش. تعرف إنه هذا العمل اللي أنا أشتغل به المرأة مو هواي نساء تطلع مواقع وشي، فواجهت بهذا الشيء كل الصعوبات، بس الشباب ساعدوني يعني. وتدري اللي إنسان اللي شغله صحيح أكيد راح يطب هيج طبات وما يخاف من شيء. أكو منافسين اللي أكو، ما أقول أنا أحسن شيء، لا، كل إنسان وينجح بشيء معين بشغله. فأني أدعم كل النساء وكل البنات إنه يدخلن للقطاع الخاص ويروحن مواقع ويشوفن الواقع اللي دا يصير. هذا النظرة اللي ماخذيها إنه مثلاً شون تدخلين مواقع وشي، لا، ما لها داعي أبد. دخلي وشوفي ناس محترمين يساعدوك، أسئلة أجوبة ينطوك حتى نطي هاي التحفة.